هل تشوف المعاناة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة؟ لأنه لم في مقومات الحياة، انعدمت الحياة في قطاع غزة. المواطن الفلسطيني في قطاع غزة في المأوي تاعت وكالة الغوث وتشغيل لاجئين، مش موفر لا مية ولا كهرب ولا حياة ولا خبز حتى يأكلوا البنادمين ولا يعيشوا. وفي أطفال، في أطفال موجودين قاعدين، لا بنبص ولا حليب ولا أي حاجة من مقومات الحياة. فهذه مش حياة في قطاع غزة.